هلا. صباح الخير، كيف حالك؟ أخبرني أن هذه شوكولاتة وليست شيئاً آخر. لذيذة. أحتاج المزيد. هذا جيد. هذا مقزز. هل ربيتك على هذا؟ سأخرج ما بداخل البرطمان. هناك شيء آخر. موزة؟ يا، من الجيد أنه يأكل الموز. ماذا سأجد أيضاً؟ صودا؟ كيف يعقل ذلك؟ يا ولد، انتهى زمن الفوضى. سأخلع نظارتك. أمي، استحممت قبل أسبوع. يجب أن أفركك جيداً. أمي، لا يعجبني هذا. طعمه مقزز. توقف عن التذمر. أوحى موزي الصابون لي بفكرة عبقرية. سأجففك بالمنشفة. حان وقت الأكل. توقف، ستحدث الفوضى. جرب هذا. موزع شوكولاتة؟ واو! بكل سهولة، شوكولاتة بدون فوضى. سأدهنها على الخبز. أعطيني إياها. لذيذة، أريد المزيد. هذا أفضل. بالهنا والعافية. مزيد من النوم حتى موعد المسرحية. الأمر مثير، لا أطيق الانتظار. يا له من نوم مريع. أشعر بشعور سيء. كل شيء يؤلمني. مرحبا أيتها النعيسة. لا أشعر أنني بخير. دعيني أرى، هل أنت مصابة بالحمى؟ ضعي هذا على رأسك، سيساعدك شراب الكحة هذا. افتحي فمك. مقزز. عليك أن ترتاحي. لكن المسرحية لا يمكنني تفويتها، لقد انتظرت طويلا. آسفة يا عزيزتي، أنت مريضة. مهلا، أعتقد أنني أعرف كيف أسعدك. خذوا علبة حبوب إفطار واقطعوا مربعا. هدير العلبة أفقيا وضعوا ورقة لاصقة عليه. كرروا هذا بألوان مختلفة من الورق اللاصق. بدلوا الألوان حتى تغطي العلبة بأكملها. ثم استخدموا المقص لتقطعوا الأوراق فوق الثقب. ثم خذوا منديلين وطوهما. هكذا تماما. ضعوا المنديل داخل العلبة. اصنعوا فتحتين على العلبة. وضعوا فيهما عصا مثلجات. أخيراً أرسم شخصيات على بطاقات وألصقها على عيدان المثلجات. هل أنت مستعدة للعرض؟ هذا موديل. جلبت المسرح إليك. ما رأيك في العرض؟ مجدداً. أتشو، كان ذلك مقززاً. آمل أنه ليس معدياً. يمكننا أن نمرض معاً. هذا جيد. لا يمكنني رفع عيني عنه. لقد نفذ الفشار. لا تقلقي يا عزيزتي، سأتولى هذا. انتظري هناك. سأضع البذور في المقلاة وأسخنها. أمل أنك تحبينه مقرمشا ومتفاحما. حسنا، سألقي هذا في القمامة. لنجرب هذا مجددا. أعتقد أن هذا سيفلح. لن يطول الأمر الآن. كان يمكن لذلك أن ينتهي بشكل سيء، لكن حصلنا على فشار. هل ترين؟ أجل، أحسنت صنعا. هذا ما نحتاج إليه. سأضع البذور في آلة صنع الفشار. هكذا تماما. ثم يمكننا وضع الغطاء عليها. لنشغلها. إنها تفعل شيئاً. واو، إنها تصنع الفشار. الكثير من الفشار اللذيذ. هذا أسهل كثيراً، صحيح؟ يا له من نوم هانئ. من الأفضل أن أستعد. سأبدأ بغسل أسناني. لقد استهلكت جدتي معجون الأسنان بالكامل ثانية. لحسن الحظ، هناك المزيد هنا. والآن سأنتظر. سأختبئ وأمسك بها متلبسة. حوض الاستحمام هو المكان المثالي، لكن علي أن ألتزم الهدوء. أعتقد أنني أسمعها قادمة. رائحة فمي كريهة. ماذا كنت آكل؟ لقد حانت اللحظة. من الأفضل أن أنظف أسناني. إنها بطيئة جداً.
أسلي نفسي بينما أنتظر. كيت تصل، بقيت عدة خطوات فحسب. لقد وصلت أخيراً، دعوني أفرك أسناني. الآن أين معجون الأسنان؟ أها، سأضغط عليه قليلاً وسأضع المزيد. أهم، لقد انكشف أمري، أعني أجل يا عزيزتي. هل من خطب ما؟ أعطيني معجون الأسنان، عليك استخدام موزع معجون الأسنان. تضع معجون الأسنان في الأعلى ثم ألصقه على الجدار. حين تضغطين على الرافعة ستخرج كمية معجون الأسنان المثالية. رأيتي؟ يا لها من أداة صغيرة مفيدة. لم أدع أفعل أيضا. جربي قليلا يا عزيزتي. كلا لا أريد، هذا مقزز. أعلم ما سأفعل، سأعطيك هذه اللعبة. كلا. حسنا، ماذا عن ألعاب فقاعات هذا؟ لدي واحدة بالفعل، أترين؟ احتفظي بها. لقد حاولت. ماذا عن هذه الحقيبة المليئة بالنقود؟ فكري في كل الحلوى التي ستشترينها. نقود كثيرة. كلا، لا يمكنك إغرائي بالمال. مقايضتك صعبة. لا أريد. مطبخي الجميل. كان ذلك ممتعاً. أريد اللعب مع حورية البحر. حورية البحر؟ يمنحني هذا فكرة. اجعلي أوقات طعامي ممتعة. خذوا ملعقة وبعض الصلصال. اجعلوا صلصال التشكيل مسطحاً ثم لفوه حول مقبض الملعقة. هكذا بالضبط. ثم شكلوا قاع الصلصال على شكل ديل سمكة. هكذا تماماً. ثم استخدموا أداة نحت لإضافة بعض التفاصيل إلى الديل. ثم ارسموا خطوطاً برفق بالأداة. تبدو جيدة. ولنضيف الآن بعض الحراشف. ابدأوا من الأعلى حتى أسفل المقبض. تذكروا ألا تتعمقوا كثيراً. استخدموا الأداة على سطح الصلصال. فور انتهائكم، ضعوا الملعقة في صينية خبز وضعوها في الفرن. أخرجوها من الفرن واتركوها لتبرد. وأخيراً، اطلوا الصلصال باللون الفضي. آمل أن ينجح هذا. ملعقة حورية بحر. فتاة جيدة. مرحبا يا عزيزتي. أبي. مرحبا حبيبتي. إليك فطورك. لن أكل هذا. ليس مجددا، ذاك الشبل من ذاك الأسد. كلا، لن يحدث. هذا ممتع يا أبي. هل رأيت ما فعله الآن؟ حركة سخيفة. ابنتي، أعطيني بعض الآيس كريم. أنت تأكلينه كله. حسناً، لقمة واحدة فقط. شكراً. سأعود بعد قليل. أوه، طعمه لذيذ. سأعود إلى الفيلم. ربما لا أستطيع. قلت إني سأكل لقمة واحدة فقط. لقمة أخرى لن تضر. هذا فيلم رائع. لقمة أخرى، آخر لقمة. ما أروع هذه الليلة. ها؟ يا ويلي، أين ذهب الآيس كريم؟ سأقول إن الكلب أكله، لكن ليس لدينا كلب. دبدوبي سيشاهد الفيلم معنا. أنا متحمسة لتناول بقية الآيس كريم. هل أكلته كله؟ كان طعمه لا يقاوم. هذا يكفي، سأرحل. وداعا. عزيزتي، ماذا سأقول لأمك؟ لا، يجب أن أستبدل الآيس كريم بسرعة. عصير جزر، أنا ذكي. سأسكب عصيراً في الكوب ثم سأضع قطعة قصدير فوقه. سأغلق حواف القصدير بإحكام ثم سأدخل عود آيس كريم في منتصفه. سأضع الكوب في الفريزر حتى يتجمد في الوقت المناسب. أهلاً أبي. هو آيس كريم. صنعته خصيصاً لك. لي؟ واو، لذيذ. أنا سعيد لأنه أعجبك. أوف، نفذت بجلدي. كان يوماً طويلاً، لنذهب لرؤية أمك. مرحباً، هل كان يومك جيداً في المدرسة؟ فردتا حذائك، معكوستان. أهلاً أمي.
أهلاً زوجتي الغالية. كانت المدرسة مملة. والعمل كذلك. ماذا سنأكل على الغداء؟ يا إلهي، اخلعي حذائك واذهبي للعب. مرحة، سأرسم ديناصوراً. يجب أن أحل هذه المشكلة. لدي فكرة، سأزيل بطانة الحذاء وسأطبع شخصية كرتونية على ورقة دائرية، ثم سأقصها لنصفين. سأضع الغراء على الجانب الخلفي، ثم سألصق الجانب الأيسر على بطانة الحذاء الأيسر، وأكرر الخطوة مع البطانة اليمنى. سأعيد البطانة للحذاء، وأصبح من السهل التمييز بين اليمين واليسار. لماذا لا تذهبين للعب في الحديقة؟ مرحى أمي، هناك أرنب في حذائي، يبدو ظريفاً. هذا أفضل. واو، سهل جداً. نجحت يا ابنتي، أحسنتي. هناك خطأ هنا، لحظة، يمكنني حله. إن ربما يمكنني. أوف، هذا صعب. فهمت، إن وضعت هذه الفردة هنا كان ذلك وشيكاً. كنت أبدو غبياً. هذا أفضل بكثير. غداً يا أمي. لدي عائلة رائعة. غبية لكن رائعة. خذ واحدة من هذا، اختيار جيد. تفضلي، تفضلي يا باتي، لنذهب يا عزيزتي. لذيذ. مهلا حبيبتي، علي رد على الهاتف. مرحبا، تسرني محادثتك. أمي، لم تفعل، لا أصدق هذا. حسنا يا باتي. مصاصتي، من الأفضل أن ألتقطها. تبدو مترسخة. أين ذهب بالوني؟ كلا، عد إلي. عاصفة أيها البالون، لماذا تحدث أمور سيئة للطيبون؟ باتي، ما الخطب؟ سأتصل بك لاحقاً. لا بأس يا عزيزتي، ستصلح أمك الأمر. إنها حالة طوارئ. يسرني التعامل معك، كان ينبغي أن أبقى في الجامعة. علي منع حدوث ذلك مجدداً. سألف شريطة حول المصاصة، ينبغي أن ينجح هذا. تفضلي يا باتي. رائع، شكراً يا أمي. انظري، لا يطفو بالوني بعيداً. هذا رائع يا عزيزتي، أنا سعيدة جداً. أمي، ستهتم أمك بهذا. كان ذلك مختلفاً. فروم فروم، سبيتش. لنرى، هل حزمت ما يكفي من الألعاب؟ لا يمكنني نسيان قبعته وكتابي أيضاً، والمناديل المبللة تحسباً لاتساخ. لقد امتلأت بالفعل. هيا ادخلي، أعلم أنها ستلائمك. ما الذي يلعب به هناك؟ ها أمي، هذه لي. حسنا، دعني أخرج هذه اللعبة من الحاوية. وبعد أن أفرغتها يمكنني حشر بعض المناديل المبللة فيها. إنها حاوية صغيرة، لكن يمكنني طي المناديل المبللة إلى حجم صغير. ينبغي أن يكفي هذا، والآن ستأخذ مساحة أصغر كثيرا. أمي، انظري إلى ما يمكنني فعله، لدي وجه رقائق. أجل، هذا ذكي جدا. لكن مهلا لحظة، دعني أحضر المناديل المبللة. هذه أحد أذكى الأشياء التي فعلتها منذ فترة. ها نحن ذا، جميل ونظيف مثل ما أحبه تماما. هي لها من ظهيرة جميلة. انظر يا عزيزي، بط. أمي، لقد جعلتني أسكب الصودا. حسنا، لا تقلق بشأن هذا، يمكنني إصلاح الأمر. ما زال معي المناديل المبللة. ها أنت ذا، لقد جففتها. التيشيرت جميل ونظيف مجددا. والآن لماذا لا تتناول هذه التفاحة بدلا من الصودا؟ بروم بيب بيب، انتبهوا، أنا قادم. نالت منك شاحنة الديناصور. عزيزي، ماذا تفعل هناك؟ عزيزي، عزيزي، أمك تسألك سؤالاً. يا إلهي، يداك مغطيتان بالتراب. من الجيد أن لدي هذه المناديل المبللة مجدداً. هيا، دعني أنظف يديك. ها نحن ذا، يداك نظيفتان مجدداً. مرحى، شكراً أمي، أحبك كثيراً. حان وقت النوم يا عزيزتي، خذي دبك. شكراً أبي. نوما هنيئا يا إيفا، أراك في الصباح. أهلا، المكان مظلم جدا، لا يعجبني هذا.
هذه الحركة رائعة. أنا قادم يا عزيزتي. ماذا تريد؟ قطعة مني؟ أعني هل كل شيء بخير؟ كان المكان مظلما ثم حدثت عاصفة. هي لا بأس، لا تقلقي، كل شيء على ما يرام. أنا هنا الآن. ما رأيك أن أقرأ لك قصة؟ أمضي عينيك فحسب. في يوم من الأيام يبدو أنها نامت. لا تذهب. ما زلت هنا. هذا أفضل. أوه هيا. أعتقد أنه خطرت لي فكرة. سيكون هذا القفاز المطاطي مفيداً. ها، وجدت الحل. سأضع القفاز في هذا الكوب وأطوي القفاز حول حافة الكوب وأملأ كوباً آخر بالأرز، ثم أملأ القفاز بالأرز. والآن سأخرج القفاز من الكوب وأربط عقدة به. أعتقد أن هذا سينجح. سأضعه على ذراع إيفا. أجل، يمكنني الخروج الآن. أوه، إصبع قدمي. تباً، لا تبكي. لقد أعددت لك وجبة خفيفة صحية ولذيذة. كلا، لا أريد هذا. مقززة، أريد برجر. يا إلهي، حسناً، لا يمكنك تناول ذلك. عليك تناول هذا. تفضلي، جربي. قلت كلا، أريد برجر. حسناً، سنرى بشأن هذا. انظري، ها هو التفاح. ها هو، افتحي فمك وخذي قضمة. هيا يا عزيزتي، أنت تحبين التفاح، إنه المفضل لديك. حسناً حسناً، ماذا عن لوح الحلوى اللذيذ هذا؟ واو، أحب ألواح الحلوى. فرحة، أريده. إنه يقترب أكثر وأكثر. كلا، قلت لا تفاح. حسناً، لنجرب هذا. انظري من معي آني. هذا صحيح، جاء السيد دب لزيارتك. تفضلي، والآن عانقيه بشدة. رائع، إنها مشتتة تماماً. سأضع هذا في فمها خلصة. ها؟ كلا، لا أريد هذا. ممنوع التفاح. إنها تختبر صبري بهذا حقاً. لابد من وجود شيء يمكنني فعله. لدي فكرة، من المستحيل أنها ستتغلب على ذكائي هذه المرة. حان الوقت لأعد لها برجر فاكهة. سيكون التفاح وطبق الخبز، وسأضع الكيوي بدلاً من الخس، وشريحة من الخوخ بدلاً من اللحم، والفراولة والموز كالصلصة. يمكنني حتى أن أعد بعض التفاح على شكل بطاطس مقلية. عزيزتي، أعددت لك برجر كما أردت تماماً. واو، برجر كامل لي وبطاطس مقلية أيضاً. البطاطس المقلية هي طعامي المفضل على الإطلاق. مرحة، وقت البرجر. لذيذ، إنها أفضل برجر على الإطلاق. هذه فتاتي الجيدة. يا لك من دمية رائعة. تفضلي الحلوى. ها، هل تريدين الذهاب إلى المرحاض قبل الانطلاق؟ كلا، هيا بنا. حسنا حسنا، تشبثي. وي، هذا ممتع. أوهو، لا تبتعدي يا عزيزتي. أوه، هذه جميلة، أريدها. أمسكت بها. أوه، رائحتها طيبة. أوه، أريد قضاء حاجتي. أبي أبي، لدينا حالة طارئة. وجدتها. تعالي معي بسرعة. لابد أن هناك شجيرة في مكان قريب هنا. هذا المكان ممتاز، يمكنك الاستمتاع بالطبيعة أيضاً. مستحيل. حسناً، دعيني أفكر. وجدتها، اتبعيني. أين هي؟ أبي. خذي. أنت تمزح، أليس كذلك؟ كلا. فكر يا رجل، الوضع جدي. قد يكون هذا مفيداً. وجدت الحل. سأضع هذا الدلو في صندوق السيارة، وأضع عليه الغطاء ليكون كمقعد المرحاض. وها هو عرشك بانتظارك. الوقت المطلوب. سأضع هذه البطانية لأمنحك بعض الخصوصية. مجرد يوم آخر أؤدي فيه مهام الأبوة. وهيا بسرعة. لا 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 لا. إيفا. دعوني أرى هنا، أين أضع هذا؟ أوه، يا للهول، انظروا إلى هذه السكاكين. لا يمكنني تركها هكذا. ما
ماذا إن دخلت ملاكي الصغير إلى هنا؟ قد تؤذي نفسها بهذه الأدوات المطبخية. أوه كلا كلا كلا، لا يمكنني تركها هكذا إطلاقاً. علي وضع هذه الأدوات بعيداً وتأمينها في مكان لن تعرفه. أوه هذا أفضل كثيراً. حسناً سأجمع بعض ألعابها. مهلا اللحظة، زاوية هذه الطاولة حادة جداً، إنها تكاد تكون أسوأ من تلك السكاكين، يمكنها الاصطدام بها مباشرة. أوه كلا، ليس ركبتيها الصغيرتين الغاليتين، لا أود أن تبكي هذه الطاولة. أوه يا للهول، أوه كلا كلا مستحيل، لن أحظى بآلة موت في منزلي. ها نحن ذا، الوسادات آمنة ومحكمة على الزوايا، إنها ليست حادة الآن، ستكون آمنة بالتأكيد، لا يمكنني نسيان غلق الباب. مهلا المقابس، المقابس في المنزل. كلا ماذا تفعل؟ ستؤذي نفسها. كلا كلا كلا، ليس طفلتي، توقفي فورا، لا تضعي شيئا ابدا في مقبس. اوه انظري الى نفسك، مظهرك في فوضى عارمة، هيا لنحاول تنظيفك. اوه ماذا سافعل معك؟ مهلا اللحظة، غطاء هذه المناديل المبللة قد يكون حلا لها. أجل إنهما متناسبان بالتأكيد، سأحتاج إلى إضفاء بعض التعديلات، يمكنني نزع الغطاء مباشرة ولصقه على المقبس، والآن أصبح غطاء للحائط، ينبغي أن يبقي أصابعها المتطفلة بعيدا عن المقبس. حسنا كوني فتاة صالحة عندما تكون أمك في الخارج. مهلا لحظة، آلة الكي، لن أتمكن من ترك المنزل أبدا. ابتسمي يا عزيزتي، دعيني أصلح وضع شعري، هيا بنا لنلتقط صورة معا. ستبدو هذه جيدة، دعينا نلقي نظرة. هو كم هي جميلة. هو لدي فكرة، أمي سيكون هذا رائعا. لقد عدت، يا له من يوم، لكنني حصلت على الصور. أمي ليس عليك أن تفعلي ذلك، يمكننا استخدام هذه الطابعة الصغيرة. تستخدم التطبيق الذي على هاتفي لاختيار فلتر التصوير، ثم أضغط على خيار الطابعة. واو تأملي ذلك، هذه أنت، هل ليست تكنولوجيا مذهلة؟ سأجربها. لقد فعلتها، إنها رائعة. انتظري حتى يراها أصدقائي. واو إننا نبدو رائعتين. لا شيء ممل كتنظيف السيارة. أوه يوم حار. أوه مرحبا، سأبتلع كرشي. كان عليك المجيء، انظري لهذا، لا يمكن لأحد مقاومة خصلات شعري. مرحبا يا فتيات، هذا مضحك أليس كذلك؟ تقليدي. هل تضحكان لي أليس كذلك؟ أو لا، أو كالعادة. أو حسنا سأعود إلى العمل، سأنظفها جيدا، إنها نظيفة تماما، عمل جيد، سررت كثيرا بالنتيجة. أنا جاهزة للذهاب إلى المدرسة يا أبي. تعال يا عزيزتي. حسناً هيا بنا لنشغل الموسيقى أولاً. أحب هذه الموسيقى، لا 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 لا. أوهو. لا ماذا تفعلين؟ أوبس عذراً، نظفت السيارة للتو، لكني لا يزال بإمكاني الرقص قليلاً. أوهو. ماذا قلت لك؟ حسناً خذ نفساً وتذكر دروس اليوغا. مهلاً خطرت لي فكرة، ستحل هذه البلوزة المشكلة كلياً، سأدخلها من مسند الرأس ثم أسحبها للأسفل لتغطي المقعد، والآن يمكنك الرقص يا عزيزتي. شكراً أبي، لا 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 لا. لننطلق. يمكنني شم رائحتها، تبدو شهية، وهي كلها ملكنا. انظري إليها فحسب، ليس بهذه السرعة، هذه ليست حلوة لكنها صحية. هذا ممل، لا مزيد من الحلوى، اتفقنا؟ هذا ما تعتقده هي. مرحبا. ماذا؟
انظر هنا بالأسفل، لم أتكبد العناء، تفقد هذا. أوه رائع، ولدي شوكولاتة مفرودة. رائع، لكن ماذا عن أمي؟ لا ينبغي أن ندعها ترى. سأتولى هذا. مرحبا عزيزتي. يلا الهول، هيا نرقص. واو، والدي رشيق جدا. على كل حال الآن فرصتي، سأخذ موزة وأضعها هنا. مرحبا، سأدخل الأنبوبة في الناحية الأخرى ثم سألفه، وهذا سيزيل منتصف الموزة. هكذا، هل تريدونها؟ أو حسنا، لقد عرضت عليكم. شفاطة موز، إنها لذيذة. الآن دعونا نملأ الموزة. سأضع الشوكولاتة المفرودة في هذا الجزء، والآن أصبحت جاهزة. علي ضغط المقبض ثم أزيل الموزة. ها قد أصبحت ممتلئة بالشوكولاتة الرائعة. كل ما علي فعله هو تقشيرها. تبدو هذه رائعة. لا يمكنني أبدا مقاومة حركاتك السلسة. أشعر بأنني عدت مراهقة مجددا. فتاة مطيعة، إنك تأكلين الموزة. هل نجح الأمر؟ تفقد ذلك. واو، شكرا لك يا صغيرتي، كان ذلك يستحق عرض حركاتي في الرقص. لا، واصل التمرير. رائع، أتظنين هذه الحيلة ستنجح؟ وضعته في المايكروويف، ثم ماذا سيحدث؟ أصبح هلامياً. ماذا ستفعل به الآن؟ على اللحظة؟ مستحيل، سنجرب هذه الحيلة. المايكروويف جاهز. أحضرت حلوى الجالي وطبقاً مناسباً للمايكروويف. انظروا لهذه الألوان، بضع دقائق كافية. افتحيه، لا تحرقي نفسك. سأحضر المصاص الآن وأنفخ. لقد نجح، هل تصدقين هذا؟ مذاقها رائع أيضاً. عمل جيد، سننفخ المزيد. واو، هذه ضخمة. خطرت لي فكرة، سأجرب دببة الجالية، إنها المفضلة لدي. أتمنى لك حظاً طيباً أيتها الدببة الصغيرة. بالكاد أستطيع الانتظار دقيقتين. حان الوقت، هل أنتم بخير يا صغار؟ لماذا هذا الشيء منفوش؟ لم أتوقع هذا، ربما يحتاج لدقيقة أخرى. يجب أن يكفيه هذا الوقت. ها؟ لم أضع موزة هنا. حسناً، دقيقة إضافية. تينا ساذجة فعلاً. ها؟ سأضع العنصر الآخر. لونا؟ لا أصدق ما تفعلين. وداعاً. ماذا يوجد للغداء؟ أنا أتدور جوعاً. هل تريدين قضمة؟ كلا، أنا أحاول أن أتناول أطعمة صحية فقط. هل تريد تناول القليل من عصيري؟ شكراً. يا طعمه مثل العشب، أبعديه عني. لا يمكن أن يكون طعمه بذلك السوء. بل أجل، سيء. شوكولاتة ستيفن، أعرف ما سيختاره ستيفن. حان وقت المقلب. ملفوف بروكسن، على وشك أن يصبح حلوا. ضع قطعة واحدة على سيخ كبير كهذا، ثم اغمسها في شوكولاتة مذابة. تبدو شهية. لا تنسى بعض رشات الزينة الملونة، كلما أضفت المزيد كان ذلك أفضل. من طلب كرات الكعك؟ يا سلام، هذه البطاطس المقلية لذيذة. يا ستيفن، وفر بعض المساحة للتحلية. هل هذه الحلوى لي؟ أنت الأفضل يا بالا. هل توجد فانيلا بالداخل؟ أوه، طعمها مثل الزبالة مع القليل من الشوكولاتة. تشبيهك بليغ. يراودني شعور غريب. أجل، ماذا؟ من لديه تذاكر لعرض العضلات؟ يبدو أنك حصلت على مقعد في الصف الأمامي. لا تسقط أرجوك، لا تسقط. الكيس الثاني قادم. آه، كان ذلك أشبه بتمرين رياضي. مرحبا، هل ذهبت إلى البقالة؟ آه،
يبدو هذا الزبادي لذيذاً. يا لك من قليل ذوق! كادت ذراعي أن تكسر وأنا أحمل هذه الأكياس. أوه، سأنتقم منه. مهلاً، قد يفيدني هذا المايونيز. نعم، وجدتها. افتح علبة الزبادي ثم أخرج محتواها لإفساح المكان للمايونيز. نعم، أعصره في العلبة ثم أعد الغطاء إلى مكانه. سيجعله هذا المقلب يقدر ما أقوم به. إنه قادم. وداعاً، حان الآن وقت تناول الزبادي. تبدو هذه النكهة شهية. سأتناول لقمة كبيرة. أظن أن هذا الزبادي فاسد. هل سممتني أم ماذا؟ أشعر بالغثيان. نلت منك. حان وقت النوم وقد حان باكرا. أضع القناع وأذهب إلى عالم الأحلام. مهلا، ما هذا الضجيج؟ من يجرؤ على إيقاظي من سباتي؟ أراهن أنه ديفيد ثانية. أوه، أجل، إنه ديفيد يقوم بتمرينه الليلي، هو ورقصه اليومي. هل أنا محق؟ من أين تعلم هذه الأشياء؟ ومع ذلك حركاته مثيرة للإعجاب. كان ذلك صعبا. وقت الحلوى. كم يفترض بي أن أستمر؟ أجل، يجب أن أضع حدا لهذا. سأدخل. عذرا، ماذا تريد؟ أترغب بالرقص؟ أجل، لنفعل ذلك. أخفض الصوت، هل ستفعل؟ مقبض الدش لا يتحرك. توقف أرجوك. هذا بلا فائدة. هل أترغب برشفة؟ ماذا؟ في الواقع قد تصلح هذه كل شيء. بالطبع، سأشرب القليل منها. أتريد البقاء مستيقظا طوال الليل؟ ستضع صلصة الصويا نهاية لهذا. اتضح أنه لا يمكن التمييز بين الكولا وصلصة الصويا إلا أن تتذوقها. بالطبع، هكذا. هل أنا ذكي أم ماذا؟ فلتبدأ اللعبة. هذا المستوى الرائع. حان وقت العرض وهذه الحيلة ستسرق الأضواء. ممتاز، أنا ذاهب. حسنا، حان الوقت لجرعة أخرى من السكر. ما هذا؟ يبدو أن الكولا المالحة ليست جيدة. ما مشكلة هذا الشيء؟ لم تعجبك صحيح؟ يجب أن أعود للنوم. لا شيء أفضل من علكة الفقاعات الطازجة. هيا تعالي. هذا جيد. ماذا تفعل يا ديفيد؟ انتبه لمكان جلوسك. لا، لا يوجد فقاعات بعد. هيا. إنها إيمي. آسف. أجل، أنا في المنزل. انتظري لحظة. براين ترك شريط العلكة هذا. لن يمانع إن أخذت القليل منه صحيح؟ هذا أكثر من القليل بقليل. لقد عاد. لدي الوقت لصنع فقاعة واحدة. ها قد عد. هذه العلكة ليست من هنا صحيح؟ من هو المجنون الذي يقضم شريط العلكة هكذا؟ يعلم الجميع بأنك الفاعل. ظننت أنك سترغب بمشاركتها معي. لا تحاول أن تسحرني بسلايم. إنه لك بالكامل، ما رأيك؟ حسنا، جيد، سأخذه. حان وقت الفقاعات.
سألقن ديفيد درسا. إنه بوزن العلكة تماما. أدخل إلى هنا أيها السلايم، سيكون هذا جيدا. أحضرت المزيد من العلكة. أوه، لم أكن أعلم أن هناك علكة خضراء. خذ قطعة كبيرة. أرني وجهك، يبدو مذاقه كالصابون والأوساخ. آه، مضحك جدا يا برايان.